يا جماعة هدول هن الأعمال يلي تروح لك الذنوب. أولا كل ما تركع وتسجد بالصلاة ذنوبك رح تتساقط، لأن النبي قال إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسي أو عاتقي فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. والنبي قال الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اثنين، لما تتوضأ رح تتساقط ذنوبك، لأن النبي قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ثلاثة، لما تذكر الله سيئاتك راح تروح، لأنه الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثلاثة، لما تستغفر الله وبتوب راح تروح سيئاتك، لأنه الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خمسة، لما تمشي للمسجد وتنتظر الصلاة راح تروح سيئاتك، لأنه النبي قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا نعم، إلى أن قال النبي كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة. ستة، لما تصبر على الهم وعلى الحزن رح يكفر الله خطاياك، لأنه النبي قال ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب هو الشيء الدائم المستمر، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. ولما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة باليوم رح تروح خطاياك، لأنه النبي قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت كزبد البحر. هذا والله أعلم. سلام عليكم.